ما بين التعليم التقليدي وتقنيات التعليم الإلكتروني ارتسمت قصة مستقبل، ارتقت السلم خطوة خطوة وسخرت كل ما كان لبناء الإنسان، فكانت الجامعة السعودية الإلكترونية. ففي العام 1432 للهجرة حددت البداية، وكان انتصار الإرادة، حيث صدر الأمر السامي رقم 37409 باء بتاريخ 10/9/1432 هجرية، بالموافقة على إنشاء أول جامعة سعودية إلكترونية مواكبة للتطور الدولي في التعليم العالي. كان هذا الأمر السامي هو النواة التي كونت معالم البداية ورسمت فصول الحكاية. جاءت فكرة الجامعة السعودية الإلكترونية لتحقق منظومة التعليم في المملكة، ونظر لأهمية اقتصاد المعرفة جاءت هذه الجامعة باستخدام نظام التعليم المدمج الذي يوفر الوقت والجهد والمال، وتركز على ثلاث مهارات أساسية هي المعرفة والمهارة والقيم والمبادئ، وأيضا لتحقق رغبة سوق العمل، ذلك أن متطلبات اللغة الإنجليزية هي متطلب جامعة. حيث شرعت الجامعة منذ الإعلان عن تأسيسها في استكمال مراحل نموها وركائزها كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي المدمج مدى الحياة. يميز الجامعة السعودية الإلكترونية تبنيها واحتضانها للشباب السعوديين حديثي التخرج، ولذلك قامت الجامعة منذ نشأتها باستقطاب حديثي التخرج من أبناء وبنات الوطن للمساهمة في الارتقاء بهذه الجامعة وإنشائها. ولكي تكون واحة معرفية تغذي عملية التنمية بصورة تواكب متطلبات القرن 21، اتخذت الجامعة من مدينة الرياض مركزا رئيسيا لها، وبعمل مستمر وجهد دؤوب اكتمل جزء كبير من بيئتها الأكاديمية والإدارية، حيث توسعت وافتتحت 10 فروع إضافية في جميع أرجاء المملكة، وذلك بهدف إيصال خدمة التعليم الجامعي لمختلف المناطق وبرسوم دراسية تتناسب مع الجميع. الهدف الرئيسي من وكالة الجامعة لشؤون الفروع هي تحقيق منظومة إدارية وأكاديمية فعالة لتحقيق أعلى المستويات التي تطمح إليها الجامعة في جميع الفروع. إذن مشاهدينا، طبعا جامعة ناشئة ولكنها عملاقة بما تقدم، ما شاء الله تبارك صحيح. الله، ونفتخر في الكوادر اللي تشرف على الجامعة من مدير ومن أعضاء تدريس وأيضا من وكلاء. بصراحة تعتبر مد يد لي يعني الواحد يستطيع أن يكمل دراسته وتعليمه، وهذا يعود إثراء للمجتمع أكيد بلا شك. حول هذا الموضوع والتخرج، وأكيد ألف مبروك لكل خريج وخريجة، أكيد. معنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبار، وهو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. رحب فيك أستاذ دكتور عبد الله، سعداء بتواجدك اليوم معنا في صباح السعودية، أهلا وسهلا. أياكم الله، وشكرا على الاستضافة، وهذا شيء من الجهود اللي ما شاء الله متميزة اللي تقوم فيها القناة السعودية. حياك الله. مرة أخرى نهني أبنائنا الطلبة ونهني الشعب السعودي بال يعني هذه المرحلة اللي نشهد فيها إن شاء الله حصاد موسم تعليم متميز إن شاء الله في المملكة بإذن الله تعالى. يعني في البداية دكتور عبد الله، خلينا نتكلم عن الترتيبات. دائما قبل أي حفل بيكون في ترتيبات موضوعة وأيضا أمور بيتم وضعها قبل هذا الحفل، خلينا نتكلم عن أهم الأمور التي تم ترتيبها قبل حفل غدا بإذن الله تعالى. طبع الحفل هو ما شاء الله تكريم وحصاد لنتاج عمل من الطلبة مدة 4 سنوات، صحيح. وبالتالي نسعينا إلى أن يكون هذا الحفل إن شاء الله متميز لمشاركة الطلبة فيه، لمشاركة أولياء أمورهم، وأيضا لمشاركة وتشريف قيادات الدولة وعلى رأسهم أمير منطقة الرياض لهذا الحفل، وسمو حرم أمير مدينة الرياض منطقة الرياض أيضا إن شاء الله الأربعاء القادم يوم 14 شعبان. الحفل تم الترتيب له منذ فترة طويلة، حصر أعداد المتخرجين من أبنائنا الطلبة من أبنائنا وبناتنا الطلبة، بحيث من سوف يتخرج خلال هذا الفصل يحق له الحضور. الجامعة سعت أيضا
إلى معلومة ممكن نقول عليها أن هذه ثالث حفل تخرج تشهده الجامعة. قرابة اللي سوف يتخرجون من الطلبة والطالبات حوالي 465، هذه تعتبر الدفعة الثانية من طلبة البكالوريوس. بالنسبة للماجستير هي الآن الدفعة الثالثة. الحمد لله نحن نشاهد تطور في عدد الطلبة المتخرجين أو من فصل إلى فصل، أو حتى في عدد التخصصات اللي سوف إن شاء الله يسهمون فيها في المجتمع. بعد حصر جميع الطلبة الخريجين تم دعوتهم إلى الرياض لحضور هذا الحفل، وأيضا تقديم كل المساعدة والعون الذين يحتاجونه في حضور هذا الحفل. نعم دكتور عبد الله، بما أنك ذكرت الحفل وحنا نتكلم عنه يعني قبلها بيوم إن شاء الله يعني يكون حفل ناجح بكل المقاييس، ولا شك أن حضور أمير منطقة الرياض يثري الحفل. في المقابل يعني تكفلت الجامعة بإحضار الطلاب المتخرجين من الفروع، حدثنا عن الموضوع هذا، يعني كيف طريقة يعني تكفلكم بإحضارهم يعني من مختلف مناطق المملكة أو مثلا من الرياض، بس نبغى نوضحها للسادة المشاهدين. طبعا بدي أنا أعطيكم فكرة عن الجامعة مبدئيا، أن الجامعة لديها 10 فروع ولله الحمد، وكل هذا بدعم من الله ثم قيادة الرشيدة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الأمير الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله. حفل التخرج شيء متميز يسعى لها أي طالب، وبالتالي نحن سعينا إلى إحضار هؤلاء الطلبة لتشريفهم بمقابلة أمير منطقة الرياض والحصول على التكريم الذي يستحقونه لما أمضوه من جهد خلال هذه 4 سنوات في الدراسة والتعليم، وأيضا تحقيقا لتطلعاتهم وتطلعات أولياء أمورهم بحضور هذا الحفل كنوع من الاحتفالية التي سوف تظل عالقة في يعني أذهانهم لسنوات طويلة، ويقومون بذكرى لأبنائهم. طبعا أي طالب واحدة من أهم الأشياء اللي يعني يعتز بها هو حضور حفل التخرج، التصوير مع زملاء، التصوير مع أساتذته، وبالتالي الحمد لله تم الترتيب لهذا اللقاء بحيث يكون إن شاء الله يوم غد في مركز الملك فهد الثقافي، وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم بالنسبة للطالبات في مبنى وزارة التعليم لكلا يعني المرحلتين، سواء مرحلة الماجستير أو مرحلة البكالوريوس. جميل جدا. طيب دكتور عبد الله، خلينا نتكلم عن نمط التعليم في الجامعة الإلكترونية السعودية. هو كان يدمج ما بين التعليم التفاعلي وأيضا عبر التفاعل الإلكتروني. خلينا نتكلم عن مدى تفاعل الطلاب والطالبات مع هذا النوع من التعليم، وأيضا ما هو النمط السائد في الجامعة الإلكترونية السعودية. طبعا الجامعة السعودية الإلكترونية هي تجربة حديثة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لكن على مستوى العالم الغربي نحن نشاهد بدايتها منذ فترة ربما يعني ليست بعيدة، لأنها تطورت مع بداية التعليم الإلكتروني واللي أصبح حاجة ملحة لكثير من يعني السكان أو القامحين في تطوير نموذجهم. جامعة السعودية الإلكترونية واحدة من الأشياء المهمة اللي يجب أن نؤكد عليها هي أنها تعليم انتظامي. يوجد يعني لدينا حضور، لازم الحضور، الطالب ملزم بالحضور 33% من المحاضرات التي يتلقاها، هذا داخل القاعة، نفس الطالب الموجود في الجامعات التقليدية الأخرى. جميل. 33 جامعة الأخرى. الإضافة أو الميزة الثانية هو أن عندنا حضور تفاعلي يسمونه virtual class، اللي الطالب يحضره عن طريق المنصة التعليمية. المنصة التعليمية هذه توفر للطالب بيئة حضورية تفاعلية، هو في أي مكان لكن في نفس الوقت يشترك مع أستاذ في الجامعة أو في مقره، وأيضا يشترك مع زملاء الآخرين في أماكنهم المتواجدين فيهم. نفس الشيء بالنسبة للحضور، الطالب ملزم بالحضور، وهناك نسبة للحرمان على هذا الحضور التفاعلي. إذا لم يحضر، لم يحقق النصاب اللي تغيب أكثر من العدد المسبوح كما في النظام
وزارة التعليم العالي معناه يمكن أن يتعرض الحرمان. بقية 33% هذه متروكة للطالب لما يعرف بالدراسة الذاتية أو التعليم الذاتي. جميل. بحيث الجامعة لما أنشئت كانت في تجربة أقامتها جامعة هارفارد وجامعة ماساتشوستس اللي هي MIT وأنشأوا منصة للتعليم الإلكتروني تعرف باسم إدكس. تطورت هذه المنصة إلى أنها تكون محاولة لإدخال نمط من التعليم الجديد. جميل. الآن نشاهد هذا التعليم الانتظامي الذي يدمج بين التعليم داخل القاعة والتعليم خارجها بدأ ينتشر بشكل كبير لأسباب ربما يعني شخصية، لأسباب مادية، لأسباب تعليمية، في توفير للجهد للإنفاق. بالتالي الجامعة الحمد لله ماضية في هذا النمط، ونشاهد الآن ليس فقط بعض الجامعات بدأت تأخذ هذا النهج، ولكن أيضا حتى وزارة التعليم ربما تبدأ في تطبيق جزئيات من هذا التعليم المدمج الذي ممكن نقول عليه هو انتظام لكنه يعطيك المرونة بحيث بالضبط. ممكن في بعض المناطق على قدر يساعد. جميل. ممتاز. نقول انتظام ذكي يعني بأسلوب يعني بما أنه أجهزة ذكية الآن وله عدة مسميات لكن صحيح. طيب دكتور الآن بالنسبة للجامعة يعني كيف تقيس مدى إقبال يعني الشباب السعوديين أو الطلاب بشكل عام، وفي المقابل يعني كيف تشوف الصعاب اللي يمرون فيها؟ يعني هم يعتقدون أن التعليم عن بعد وبس، يعني لما يدخل إلى الجامعة يجد أن في انتظام، يجد أن في تعامل على الانترنت، يجب يعني كيف تشوف ثقافتهم في هذه الجامعة؟ أخوي عبد الله بالنسبة للإقبال الحمد لله لا ينقصنا إقبال. الآن الجامعة يوجد فيها أكثر من 13,000 طالب باعتبارها كجامعة ناشئة، تعتبر العدد هذا ليس بالعدد السهل. نجد الإقبال بشكل كبير ليس فقط لنمط التعليم اللي يعطي المتقدم المرونة، ولكن لنمط التعليم الذكي اللي يعطيه القدرة على التعلم بنفسه بدل أن يخضع طوال وقت الدراسة إلى توجيهات الأستاذ. الجامعة حرصت على تطوير مقررات بالتعاون مع دور خبرة عالمية لتطوير هذا النمط التعليمي، وبالتالي يجدون يعني أفضل ممكن نقول مواد التعليمية في الحقل. أيضا الجامعة عندما طرحت التخصصات حقت التخصصات الموجودة طرحتها بشكل نقول يعطي الطالب الحرية في اختيار التخصص اللي أنت تبغاه. يعني أخوي عبد الله لو بغيت تتقدم مثلا تقول والله أنا أبغى إدارة علوم صحية، أنت نعطيك الخيار هذا، لن نقوم بتحويلك مثلا مثل أو الأخت منى تبغى هيلث انفورماتكس اللي هو المعلوماتية الصحية، لن نقوم بتحويلها لإدارة العلوم الصحية أو إلى تخصص آخر. يعني في مرونة التخصص في مرونة بالنسبة لنا وفي التلبية لتحقيق الطالب. نحن نؤمن أن الطالب الرغبة هي أساس النجاح صحيح والتطور، وبالتالي الجامعة صحيح. تحرص بتوجيه بالطبع من سعادة مدير الجامعة الدكتور عبد الله الموسى وأيضا من القيادات الأخرى إلى أن الطالب يجب أن يحصل على التخصص اللي دخل فيه سواء حوسبة سواء تجارة إلكترونية أو غيرها من التخصصات. جميل جدا. طيب دكتور عبد الله خلينا نتكلم عن آليات التسجيل في الجامعة، كيف هي الآلية؟ هل في مثلا شروط معينة أو أمور معينة من الواجب أن يتبعها الطالب أو الطالبة، ولا هي حالة حال أي جامعة نفس الشروط نفس الأمور نفس الآلية؟ والله حنا نقول حنا أفضل بالنسبة للقبول من الجامعات الأخرى أستاذة منى. أكثر سلاسة. الطالب فقط مطلوب منه ورقتين ما في تعقيدات أخرى، مطلوب من شهادة الثانوية العامة بأي تقدير، ما عندنا إشكالية، ما في تقدير مشترط، ما نشترط والله امتياز ولا جيد جدا ولا هذا، مطلوب من الهوية الوطنية. جميل. بقية الأخرى قدرات قياس توصيات لا نطلبها أبدا من الطالب. الطالب يحق الالتحاق، بالطبع هذا أتكلم لكم عن برنامج البكالوريوس، برنامج الماجستير لا عندنا شروط ممكن نظرا لأن يعني هذا محك يمكن أن تمايز فيه صحيح. لكن بالنسبة للتعليم البكالوريوس بس يعتبر نافذة أمل يعني دكتور، يعني الآن أنت عارف بعض الطلاب
يعني مع احترامي ينصدم مثلا، ممكن يمر بظروف ما ينجح بتقدير معين يعني، وبرضه لما ياخذ الاختبارات اللي قبل دخول الجامعة برضه تكون صعوبة بالنسبة له ممكن. يعني هذا يعتبر الآن نافذة أمل، يعني أنتم فقط جيب أوراقك شهادة ثانوية والهوية الوطنية وخلاص أنت مقبول يعني في البداية. يتقدم هو على الجامعة، بالطبع يجب أن نعمل حسابنا أن هناك مقاعد مخصصة، إحنا على قدر كان راح نحاول نلبي أغلب، لكن إذا اكتمل العدد لن نقول يعني لا يجب. إيه، وبالتالي نحن نرحب بجميع الطلبة اللي يتقدمون ونحاول نهيئ لهم قدر الإمكان تخصصاتهم بطبع حسب القدرة الاستيعابية لكل فرع من الفروع العشرة اللي موجودة بالنسبة للجامعة. ممتاز. جميل جدا. طيب خلينا نتكلم عن أمور خاصة بحفل التخرج، بما أنه ما شاء الله خلاص ساعات بسيطة تفصلنا عنه وهو راح يكون غدا بإذن الله تعالى. ما هي الأمور التي راح يتم تقديمها في هذا الحفل؟ هل راح يكون في كلمات خاصة بالدكاترة الموجودين داخل أرض الجامعة، ولا كيف نمط هذا الجدول الخاص بالحفل؟ طبعا ان شاء الله راح يكون في فقرات معده بالتنسيق بين جميع، يعني سواء تشمل ان شاء الله كلمات للطلاب، كلمات لاعضاء التدريس، كلمات لقياده الجامعه، ايضا سمو امير منطقه الرياض سوف ان شاء الله يكرم بعض الطلبه المتميزين واللي حصلوا على تفوق بشكل، او الذين قاموا لهم اسهامات علميه مثلا نشر ابحاث على الرغم من يعني نقول يعني جديتهم. جميل. وبالتالي هذه أغلب الأشياء، لكن إن شاء الله سوف يكون هناك مسيرة للطلبة. عندنا حوالي 400 و500 طالبة، أتوقع أن هذا عدد طيب إن شاء الله بالنسبة للجامعة. الجامعة يجب نحن نذكر أن إن شاء الله في 10/9/38 يأتي إن شاء الله هذا العام السادس له، مر على الجامعة أكثر من 5 سنوات الآن. دكتور عبد الله، بس نبغى نوضح للمشاهدين، يعني بعضهم ممكن ما عنده مثلا معلومات كافية عن الجامعة، يقول يعني هو ما يدري انها جامعة حكومية وتابعة لوزارة التعليم، ورسومها يعني تكاد انها تكون رسوم رمزية يعني، بس هذا بشكل سريع لو تكلم عنها. اخوي عبد الله، بالنسبة للجامعة كما ذكرتكم في اختلاف بالنسبة في الدراسة، وفي اختلاف في نمط الالتحاق. جامعة ربما تكون هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي لا تصرف مكافآت لكنها تأخذ رسوم، لكن كما ذكرت رسوم رمزية 130 ريال على الساعة، يعني الطالب يسجل 12 ساعة ما يصرف إلا حوالي 1500 ريال طوال الفصل. لا أعتقد أنه يوجد هناك أي مكان في العالم ممكن أن يحصل صحيح رسوم زي هذه، وعندنا مقارنات في الرياض برضو يعني. لا هو نفس الشروط الأولى، بس هي نتكلم عن الرسوم. بالعكس الرسوم كما ذكرت رمزية، هدف هو أن الطالب يبرز الجدية. نعم. وبالتالي الحمد لله نحن نشاهد في الفترة الأخيرة تطور في نمط القبول. عندما أنشأت الجامعة هي أنشأت لإعطاء فرصة للزملاء الذين أو لأبناء الوطن الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم الجامعي، بالتالي هدفت في المقام الأول إلى إعطاء هذه الفرصة. بالضبط. جميل. اللي حاصل الآن إحنا نشاهد بالطبع خلال إحنا 5 سنوات عندنا فيه ماتريكس نقيس كم عدد اللي يلتحقون بالجامعة. الحين نشاهد أن هناك قفزات وصلت إلى أكثر من 50% اللي هم حديثي التخرج. لا. يعني خلال 2 أو 3 سنوات جميل. نشاهد أنهم يلتحقون في الجامعة. بس في عندنا أول ما بدأنا في ناس أكثر من 60 تحصل جامعة. نتمنى التوفيق إن شاء الله جميع اللي دخلوا في الجامعة، الله يوفقهم. الأستاذ دكتور عبد الله ابن عبد الرحمن عبد الجبار، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، شكرا لحضورك، وإن شاء الله بكرة نكون معكم في الحفل إن شاء الله. حياكم الله، ألف شكر لك أستاذ عبد الله وأستاذ منى، صراحة إحنا سعيدين ونتشرف بدعوتكم لنا وطلب الجامعة أيضا وقيادتها. شكرا لك مشاهدينا.